السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيعاودوا شي مرة من المرات هذاك القائد السياسي جوزيف ستالين اللي حكم الاتحاد السوفيتي بقبضة من حديد. الاتحاد ديالو كان القتل وكان السجن وكان التشرد حتى انهم صفوها لبعضياتهم مع بعضياتهم. حتى الناس اللي كانوا كيوعدوهم بالعدالة وبالكثير من الرفاهية تمناو ولو يوم واحد من اللي كانوا عليه في عهد الامبراطور. المهم شي مرة من المرات هذاك جوزيف ستالين قال الجماعة اللي معاك جيبوا لي واحد الدجاجة، وجابوا لي واحد الدجاجة بحال هذا، جابوا لي واحد الدجاجة، قالوا شحال يدير بهاد الدجاجة؟ فكيشد الدجاجة باليد وباليد الأخرى كيبدا ينتف فيها، كينتف في ديك الدجاجة الريش ديالها كينتف فيها وهي حية مسكينة، باغا تخلص من القبضة ديالو لكن ما صابتش كيفاش، بقى ينتف فيها ينتف ينتف حتى خلاها عارية تماما، والذهول ديال دوك الحاضرين أشد. المهم اللي انتفى و سباها طلقة وهي مذعورة وخايفة، رمى ليها واحد الحفنة ديال الشعير وهي بدات تعلق به وتابعاه. قال لهم شوفوا انت رغم الالم الذي احدثته بها، قال لهم رغم ذاك الالام اللي درتو ليها تابعاني على قبل حفنه ديال الشعير. فقال لهم يعني الرساله اللي بغى يوصل لهم ان الناس تحكمون بها الطريقه هذه الطريقه ديالو. وهذا جوزيف ستالين